<applause> مرحبا بكم اعزائي متابعين قناة مختارتك ضمن مؤتمر سي اي اس 2020 في لاس فيغاس المقام حاليا في امريكا واللي يستمر من يوم 7 الى 10 قدمت الشركات الكثير من براءات اختراع والاجهزة الجديدة فتركيز الشركات مثل ما ذكرت في توقعات 2020 اللي ما شاف الحلقة يقدر يطلع عليها تظهر امامك على الشاشة في ضمن توقعات الشركات قاعدة تنافس على مسألة الهواتف القابلة للطي او الاجهزة القابلة للطي فواحده من هذه الشركات اليوم في ضمن مؤتمر سي اس انطتنا فكره او بروتوتايب عن جهاز من شركه تي سي ال تي سي ال سبق انه العام الماضي ايضا انطتنا افكار على شكل جهاز يلبس على شكل سوار او شاشه كامله شنو الغايه وشنو السبب شركه تي ال هذه الشركه الصينيه هي واحده من الشركات اللي تصنع شاشاتها بنفسها يعني حاله حال شركه البي او اي وحاله حال شركه سامسونج على حال شركة ال جي فبما ان الشركات هي تصنع الشاشات فالها قابلية انه تصنع اجزاء قابلة للطي فبالتالي قدمت لنا فكرة لجهاز جديد هو مو جديد نوعا ما يعني وانما هذه الفكرة اللي راح نعرف شنو السبب والسعر على هذا الجهاز بعد ما نعرف المواصفات والامور اللي شافها اغلب التقنيين وحضرها خلال المؤتمر فتي سي ال تقدم لنا هاتف قابل للطي اذا نشوفه على شكل دفتري وايضا بشاشه كامله عند الفتح 7.2 انج وايضا هذا عباره عن البروتوتايب فبالتالي يكون الجهاز بلاستيك لكن اذا ركز فيه بهذا الجهاز راح نلاحظ انه ماكو فد مفصل ما بين الشاشتين ظاهري مثل ما شفنا مع الجالكسي فولد ايضا الشركه تقدم هذا الهاتف او هذا الجهاز راح تقدمه مع جهاز مع معالج متوسط بالاضافه الى وجود الاربع كاميرات الخلفيه المتمثله مع 48 ميجا بكسل حسب الكتابات اللي موجوده بجانب الكاميرا وايضا كاميرا الماكرو وكاميرا الالترا وايد كل هذه العدسات شفناها مع عزة ولكن مع جهاز قابل للطي اول مره نشوفها مع هذا الجهاز ايضا الجهاز اذا تطبق بشكل عام راح تلاحظ انه السماكه حيكون شويه اسمك تقريبا من بقيه الاجهزه لكن اقل سماكه من الجالكسي فولد الاخير ايضا الشاشه والعرض راح مربع فشويه فكره غريبه نوعا ما فشركه DCL شنو اللي كانت تطمح وخلال المؤتمر؟ ذكرت انه احنا نطمح انه ندخل في هذا العالم بما انه احنا نصنع الشاشات ولكن هذا هو قابل للتغيير هذه الفكره الجديده بمثل الافكار السابقه وما زالت عندنا 30 موديل على هواتف قابله للطي، ولكن السعي وراء كل هذا الشيء انه تريد تنافس بمساله الاسعار فالشركه قدمت هذا الهاتف ممكن اذا كان جاهز بالمستقبل القريب ممكن تشوفه هذه السنه، ممكن تشوفه على السنه الجايه ولكن قدمه بسعر اقل من 500 دولار سواء هاتف مع معالج متوسط او معالج رائد ففكره ال 500 دولار مقابل تجربه لهاتف قابل للطي بصراحه انا حيي هاي الشركه ليش لانه بهذه المتانه ومع هذا التصميم مع الغطاء الخلف الخارجي للجهاز اذا نلاحظ مع فتح الشاشه مع صغر حجمه انه يكون يعني تقدر تخليه بجيبك بكل سهوله مع السماكه قليله مع وجود دول سبيكر من المفترض حسب الصور اللي تظهر امامنا كل هذه الامور اذا تقدم بهاتف باقل من 500 دولار راح يعتبر منافسه لبقيه الاجهزه نشوف الميت اكس اسعاره خياليه الجالكسي فولد اسعاره خياليه فهذه الاجهزه اللي صممتها الشركات الرائده راح تكون محدده وموجهه لمستخدمين معينين بالعالم وليس للمستخدم العادي فانا حين الشركات اللي تقدم اي شيء يعني يليق بالمستخدم البسيط او حتى للناس اللي تكون يعني البادجت مالتها جدا متوسط. انت شو رايك مع هذا الجهاز؟ هل ممكن ينجح ونشوفه على ارض الواقع ويوصلنا للشرق الاوسط؟ اترك لنا تعليق اسفل الفيديو ولا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لمزيد من الفيديوهات القادمه حول مؤتمر سي في لاس فيغاس. تحياتي لكم كان معكم معكم مختار عراقي من مختار